زي ما احنا شايفين في الصورة أصحاب السعادة الوزراء وصاحب السعادة رئيس مجلس الأمة وكبار الشخصيات. والحقيقة حلبة النادي العربي معدة إعداد والنظام مريح، وطبعا إذا كان النظام في أي دورة أو في أي مباراة رياضية نظام سليم 100% فبيدل على أن الوعي الرياضي في تقدم، لأن الرياضة ما هي إلا نظام وإدارة قبل أن تكون لعب وقبل أن تكون فوز وهزيمة، فهي نظام وإدارة. يعني الدول اللي بتنظم دورات وبتكون دورات ناجحة بيكون بيدل ذلك على أن مستواها الرياضي متقدم. شايفين جمهور الحاضرين للمباراة، يمكن في حاجة أنا شايفها على الحلقة الوقت، إن الملاكم ألونزو جونسون اللي قلت لكم عنه إنه سادس أبطال أمريكا لابس واقي على رأسه، اللي لابسه على الرأس اسمه واقي. ليه؟ لأنه لازم المباراة استعراضية، وطبعا احنا عارفين ان البطل محمد علي ايده ما شاء الله تقيلة شوية، فلازم الملاكم اللي هيلعب معاه لانه تقريبا قد يكون مش في مستوى اللي يستطيع انه يتحمل او يمتص الضربات اللي بيوجهها البطل العالمي محمد علي، فاستعمل واقي للرأس اللي بيستعملوه في التدريب ضروري للملاكمين. ألونزو جونسون هذا الملاكم أعلن أو أشهر إسلامه منذ أيام في دولة قطر الشقيقة، بدأت الجولة الأولى. محمد علي بيهاجم، نشوف بيوجه ضرباته الى الوجه، نشوف ازاي بيهرب من الضربات. بيرد على كل ضربة، تشوف ان في ضربات بيوجهها محمد علي ورا بعض، الاثنين اللي ورا بعض ضربتين وان تو بانش. تشوف محمد علي ايده سريعة جدا، يعني الضربة ايده ما بترجعش، بيضرب اثنين ورا بعض. بيتحرك محمد علي بيلف حوالين الحلقة، بيضرب، شايفين بيتحمل ضربات كمان ايضا اللي بيوجهها، الضربات المستقيمة اللي بيوجهها بيسرى البطل ألونزو جونسون اللي محمد علي شايفين استعمل رشاشة واللي بنسميها الرشاش، بيستعمل الضربات ورا بعض، الجمهور بيسقف له الضربات الرشاش اللي الضربات دي، ونفس الركن اللي وقع فيها براين لندن الانجليزي على الارض في الجولة الثالثة في 16 اغسطس سنة 66 وشفنا المباراة. انتهت الجولة الأولى، واللي شفناه في الجولة الأولى من محمد علي انه قدر يورينا الضربات اللي مشهور بها جدا، وهي اللي بيسموها في العالم اللي كنا نقول فتح الرشاش، ويبدأ يضرب ضربات سريعة ورا بعضها لدرجة ان القضاء حتى اللي بيحسبوا النقط ما بيستطعوش انهم يعدهم الضربات او النقط اللي لبطل محمد علي. بيحكم المباراة السيد امير الناصر
محمد علي بين الجولتين ككل المباريات ليستريح زي ما احنا شايفين ان هناك في الجمهور مسرور من اللعب وقاعد يسقف بطل محمد علي. بدأت الجولة الثانية ولابد انه هيورينا في كل جولة حاجة جديدة في الملاكمة. بيوجه الضربات، شايفين بيهرب ازاي، بيوجه ضرباته الان الى المعدة، بيوجه الضربات الى المعدة. البطل اللي قدامه ألونزو جونسون بيهاجم الوقت بالطريقة اللي كان بيهاجم بها البطل فريزير، بيهاجم محمد علي، بيوجه نفس الضربات اللي كان بيوجهها لفريزير. وطبعا كلنا شفنا المباراة ان محمد علي ضرب كتير في فريزير، وزي ما قال محمد علي تعليق على المباراة انه قعد بعدها فريزير شهر مريض. شوف الضربات في الوجه، بيحاول ألونزو انه يوجه ضربات الى وجه محمد علي كليه، وبيهرب محمد علي. شايفين الجولة الثانية كلها بيركز محمد علي على الضربات اللي في المعدة. كل ما حاول ألونزو يغطي المعدة بيوجه ضربات الى الرأس عشان يفتح المعدة وبيضرب في المعدة. ضربات سريعة، ما بيلحقش يغطي ايديه الملاكم اللي قصاده ألونزو جونسون. الشمال واليمين سيارة، ضربات اللي بيستعملها السريعة. انتهت الجولة الثانية، ولنا ان احنا نتصور المباراة اللي احنا شايفينها الوقت، ان رغم ما فيها من ضربات سامعينها وبنقول او هم كمان بيقدموها كاستعراض او مباراة فيها عرض لفنون الملاكمة، ف على هذا المقياس لازم نقيس ان الضربات اللي في المباريات الحقيقية بتكون ضربات صعبة، والملاكمة مش من الالعاب السهلة اللي اي واحد قاعد يتصور انه ممكن يلعب ملاكمة وان ممكن يضرب وممكن يتحمل اي ضربة من الضربات اللي بنشوفها. والان الجولة الثالثة بين محمد علي وبين ألونزو جونسون. ألونزو جونسون كان واقع منه واقي الأسنان، لأنه عارفين احنا ان كل ملاكم بيلبس واقي أسنان، وألونزو جونسون في مباراتنا الاستعراضية لابس كمان ايضا واقي للرأس. محمد علي بيتحرك، شايفين انا عايزين نشوف ان احنا نشوفه بيتحرك، شوفوا حركات رجليه كملاكم، يعني نتفرج على حركات رجليه في الجولة التالتة كملاكم. قلنا الجولات اللي فاتت شفنا الضرب، والمرة دي هنشوف ضرب مع التحرك اللي بيتحركه محمد علي على الحلقة. شايفين حركات رجليه في الجولة الثالثة، مغير السيستم بتاعه كله وبيرقص على الحلقة تقريبا
ولذلك مش هنجده ثابت في مكان. واللي بيقدموا الوقت اللي هم النقاد العالميين والمراقبين اللي شافوا مبارياته وصفوه بانه بيتحرك كالنحلة، بيتحرك ويلدغ كالنحلة. بيتحرك شايفين ازاي؟ بيلف وبيلدغ في نفس الوقت. شايفين الضربة اللي خدها محمد علي؟ لازم يتعود على تحمل الضربات. شوف بيهرب ازاي؟ كم مرة هرب؟ فين؟ شايفين بيورينا انه معدته قوية وبيتحمل الضربات فبيبعدهم الحكم. بيورينا الوقت انه معدته عضلات البطن قوية تتحمل كل الضربات اللي شفناها الوقت. بدأ يضرب ويستعمل الضربات الرشاش اللي قلت لكم عليها، وانتهت الجولة انتهت الجولة الثالثة. والجمهور الحقيقة كله مبسوط وبيتذوق فن الملاكمة. الحقيقة ان نقدر نقول ان الملاكمة اللي شايفينها احنا الوقت لها طعم، يعني الانسان لما يتمعن في اللعب وتحرك الملاكم وضرباته بتوجه الى الاتجاه السليم بيشعر انه بيشوف ملاكمة لها طعم، يعني شيء حلو في بالنسبة للملاكمة، احلى شيء بيشوفه في الملاكمة اللي بيقدمه لاعب زي البطل العالمي محمد علي.